الحمد لله، أحمده سبحانه وأشكره وأسبحه وأقدسه. لم يزل بنعوت الجلال والجمال متصفا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بوحدانيته ومعترفا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الرسول المصطفى والنبي المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم المبارك واقتدى. أما بعد، عباد الله، فإن الله جل جلاله هو رب الأرباب ومسبب الأسباب، خالق كل شيء ومدبر كل حي، يقضي ما يشاء ويفعل ما يريد. خضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لسلطانه، لا تتحرك ذرة في كونه إلا بإذنه، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تقع ورقة إلا بعلمه. فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. عباد الله، إن التوكل على الله من أعظم مقامات العبودية وأجل العبادات القلبية، من خير مسالك الصالحين وأعلى مدارج السالكين. فيه راحة البال ومستقر في الحال، وخير في العاقبة والمآل. به رضا الرحمن، وفيه منعة من الشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن التوكل على الله جل جلاله سبب لدخول الجنان من غير حساب ولا عذاب، وعدا وتفضلا من المنان. يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قارن الله التوكل بعبادته، فاعبده وتوكل عليه، وجعله للعبد من دلائل إيمانه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وأمر به فقال، وقوله الحق: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. عباد الله، إن حقيقة التوكل القيام بالأسباب وتعلق القلب بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فالموحد المتوكل لا يطمئن إلى الأسباب ولا يرجوها ولا يبطلها ولا يهملها، ولكن يكون قائما بها، ناظرا بقلبه إلى مسببها سبحانه ومجريها. المتوكل على الله يبذل الأسباب، اعقلها وتوكل. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوما قابعين في المسجد بعد صلاة الجمعة، لا يسعون في مناكبها طلبا للرزق، وإنما قبعوا في المسجد يدعون الله أن يرزقهم. فسألهم: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون على الله. فعلاهم عمر بدرته ونهرهم وقال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن الله يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عباد الله، من حقق التوكل على الله بقلبه حصل له من جلب المنفعة ودفع المضرة ما لا يخطر له على بال. من حقق التوكل على الله بقلبه في حصول شيء ناله. من فوض أمره إلى الله كفاه ما أهمه. من توكل على الله لم يكله إلى غيره، بل تولاه بنفسه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. من عظم توكله على الله، من اتجه بقلبه إلى الله، من قطع علائقه بغير الله، من فوض أمره إلى مولاه كفاه الله ما أهمه. جعل الله له من كل ضيق فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا،
ورزقه من حيث لا يحتسب. ترك الخليل عليه السلام زوجه هاجر وابنه إسماعيل صغيرا رضيعا بواد لا حسيس فيه ولا أنيس ولا زرع حوله ولا ضرع، امتثالا لأمر الله وتوكلا عليه، فأحاطهما الله بعنايته، وصار الرضيع نبيا من المرسلين، وصفه الله بالحلم والصبر وصدق الوعد والقيام بالصلاة والأمر بها. والماء المبارك زمزم ثمرة من ثمار توكل الخليل عليه السلام. لما عظم البلاء ببني إسرائيل وأتبعهم فرعون بجنوده وأحاطوا بهم وكان البحر أمامهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال نبي الله موسى الواثق بنصر الله ووعده: كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان طريقا يبسا. ويونس عليه السلام التقمه الحوت في لجج البحر وظلمائه، ففوض أمره إلى الله وألقى حاجته إلى مولاه، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنبذ وهو سقيم بالعراء ومضى مجردا في الخلاء. أم موسى ألقت ولدها في اليم رضيعا في التابوت، امتثالا لأمر الله وثقة بوعده: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فصدق الله وعده، فرد إليها موسى نبيا من أولي العزم المقربين. يعقوب عليه السلام قيل له إن ابنك أكله الذئب، ففوض أمره إلى الله، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبث شكواه إلى مولاه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فرد الله إليه يوسف وأخيه بعد طول حزن وفراق. ولما ضاق الحال وامتنع المقال بمريم عليه السلام توجهت إلى ذي الجلال فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم توارى هو وأبو بكر عن قومه في جبل أجرد وفي غار قفر مخوف، فبلغ الروع صاحبه فقال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الواثق بوعد الله ونصره. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله نصره وتأييده وأيده بجنود لا ترى. وأنت يا عبد الله، إذا تكالبت عليك الأيام وأحاطت بك دوائر الابتلاء، فلا ترجو إلا الله، لا تتوكل إلا على الله، لا يتعلق قلبك إلا بالله، لا تفوض أمرك إلا لله، توجه إلى الله، ألق كنفك بين يديه، فوض أمرك إليه، علق رجاءك به، اقطع العلائق عن الخلائق، ناد العظيم: حسبنا الله ونعم الوكيل. ألظ بيا ذا الجلال والإكرام: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. يا من إليه جميع الخلق يبتهل وكل حي على رحماه يتكل، أنت المنادى به في كل حادثة، أنت الملاذ وأنت الدخر والأمل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل. ومن التفت إلى غير الله وكله الله إلى من التفت إليه،
وصار ذليلا مخذولا. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. فالتوكل على غير الله ظلم، وسؤال المخلوق للمخلوق سؤال من الضعيف للضعيف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. عباد الله، إن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، عم برزقه كل شيء، وما من دابة إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. من الذي رزق الحيتان في البحار، والطيور في أعالي الأوكار، والسباع في مهامه القفار؟ إنه الله رزاق الخليقة جمعاء. من تيقن بذلك، من تيقن أن الله عز وجل هو مقسم الأرزاق، وأيقن أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، كان على يقين أنه أن رزقه سيصل إليه على ضعفه، وأن الرزق الذي لم يكتب له لن يصل إليه بقوته، وأن رزق الله لا يسوقه إليه حرص حريص، ولا يرده عنه كراهية كاره. فلا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والناس إنما يؤتون من ضعف توكلهم على الله. من توكل على الله بقلبه ساق الله عز وجل له رزقه بأدنى سبب، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، عاجزة عن حمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. ساق الله له الرزق كما يسوقه للطير بمجرد الغدو والرواح، بلا عمل إلا أنها تغدو وتروح. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فلا تضيع زمانك بهمك بما قدر الله لك من الرزق، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: هلموا إلي. فأقبلوا إليه وجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها. فعلام الهم إذن؟ إذا كنت موقنا أن رزقك الذي كتبه الله لك سيصل إليك على ضعفك ولو كادك من في الأرض جميعا، فعلام الهم إذن؟ إذا كان الرزق لم يكتبه الله لك، وحرصت على كسبه بأن طرت في السماء أو غصت في الماء فلن يصل إليك، فعلام الهم إذن؟ مر إبراهيم بن أدهم على رجل مهموم فقال له: إني سائلك عن ثلاثة فأجبني.
أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ قال لا. أو ينقص من رزقك شيء كتبه الله؟ قال لا. أو ينقص من أجلك لحظة كتبها الله؟ قال لا. قال فعلام الهم إذن؟ توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحب، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا أجمعين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك في قلوبنا أعظم من حبنا لأنفسنا وأهلينا ووالدينا وأولادنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق ولي أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وارزقهما البطانة الصالحة التي تدلهما على الخير وتعينهما عليه. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا زد وتفضل على والدينا. اللهم من كان منهم حيا فأنله الحسنى وزيادة، واختم له بالسعادة، ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك، وأدخله جنتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم، أتموا الصف الأول فالأول، وتراصوا في الصف. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا حول ولا قوة.